السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك عبد الرئيس حسن. لكن النهاردة عندنا درس مهم جدا جدا، هو موضوع ازاي نشير الصفح بتاعتنا دي من خلال الورق. طبعا في كذا طريقة، في بلجنز ممكن تعمل الكلام ده، انت تعمل زراير للشير، او ممكن تستخدم موقع زي ادزيس. موقع ادزيس بتسجل فيه وبيديك ومميزات الموقع ده، هو بيديك داشبورد بتعرف فيه كم واحد عمل شير من خلال الايكونز بتاعتك والكلام ده. دي الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تعرف مدى تواصل الأعضاء بتوعك مع الموقع بتاعك، بيشيروا ايه، بيعملوا الكلام ده. طيب تعال نقول هنا، نخش عليه نقول له، هندوس على الإعلام دي، هيقول لك انت عايز تعمل ايه بالظبط. هتقول له انا عايز اعمل شير بروجرس شير. في طبعا هتلاقي هنا اشكال كتير، في فري وفي بيمنت. دي برو على طول محتاجة فلوس، ممكن نختار دي مثلا، ندوس عليها. انا بستحمل اوكي. هيقول لك اعمل لها سيت اب، طبعا هنا هنحط او نشيل الحاجات اللي احنا مش عايزينها. احنا عايزين هنا السايز كبير او صغير، يعني كبير هيبقى كويس. البيج والتايتل، تعال نقول هنا URL مثلا، والتايتل خليها تايتل. ده الفيو بتاعك اللي انت هتشوف فيه القصة كلها. انا مش محتاج الزرار ده، هقوم نختاره من هنا واقوم ارميه كده. مش محتاج اللينك ده، هو كفاية الفيسبوك وتويتر وجوجل بلس، ده الفيو بتاعنا. تمام كده احنا مظبوط. هنقول له ابديت، هنقول له جيت الكود، ادي الكود بتاعك. اوكي هناخد دي كده كوبي من هنا، بس هو حتى هيقول لك انت هتحطها فين. كوبي بيست ذا كود بيفور ذا بودي تاج ان اتش تي ام ال ويب سايت، يعني هحط ده قبل البودي تاج ما يتقفل. تعال نروح هنا على الاب. طبعا مش محتاج الاب، انا عايز اروح احطها في الصفحه بس بتاعت العقار واحد. سورس فيو، هروح هنا على صفحه الويب سايت، والويب سايت اروح على اللي هو البي يو انفو تقريبا. تمام اوكي. تعال نحط الكلام ده، نحطه فين؟ هنشوف نحطه فين دلوقتي. ممكن نحطه جنب الكلام ده، جنب نوع العقار والكلام ده كله، هنا كده بالشكل ده. هي في كود تاني هنا اهو، ناخد بقى الكود ده كده، الكود ده اللي هو ايه، بيظهر الايقونة التنسيق. هتلاقي واحد خاص بالفيسبوك، واحد خاص بتويتر، واحد خاص بجوجل بلس. تمام طيب اللي هو الاوبشن اللي هو يو ار ال ده، هحط هنا اللي هو الرابط اللي انا فيه. طب الرابط اللي انا فيه ده عباره عن ايه؟ تعال نتشيك. لو انت فاكرين ادي الرابط اللي انت فيه اهو، ناخده كده كوبي، نروح نرميه تحت في اليو ار ال ده، عشان هو اللي بيحتاج طبعا ان هو يمرر البارامتر بتاعه اهو. ادي اليو ار ال. تمام طيب، وتعال نقلب تاني. دي التايتل، لازم نغير التايتل بتاع الصفحة طبعا، نحط لها اسم الصفحة بتاعتي اللي انا فيها. انا في الصفحة اسمها ايه؟ ادي اسم الصفحة اللي انا فيها، او اسم العقار اللي انا فيه. ممكن نحط اسم العقار مصاحب ليه اللي هو النيم بتاع الموقع، نعمل الكلام ده. تعال نشيل كلمة التايتل دي، هنقول هنا ادي اسم العقار، ممكن نحط الشكل ده كده، او تعالى ما نحطش سبيسات خالص، ونقول هنا جيت سيتنج، هات لي اسم الموقع بتاعنا، يعني يبقى اسم الموقع مصاحب ليه اسم العقار بتاعنا بالشكل ده. ناخد دي كده كوبي ونكررها هنا في التايتل ده، بالتايتل لا عذرا التايتل ده بالشكل اللي انتوا شايفينه. تعالى تشيك بقى، نعمل ريفرش بس كده.
ادي الشير بتاعتنا، ادوس على الفيسبوك. لاحظوا بقى هنا، ادي هنا ال هنا ادوس هنا اي حاجة وليكن كده البوست. اوكي هي مشكلة طبعا في الفيس مش في النقطة. اوكي المهم انا عايز اجيب التلات دول اخليهم على الشمال كده. هنعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطة هنقوم جايين نقول له هنا ليف، والليف ده اخو كروس اسمه بول ليفت، وادي اخد بقى الكلام ده كله. اوب كات، نحطه في الدفاع دي طبعا. ما ننساش اكيد طبعا نعمل ديف تاني هنا فوق. ديف دي تاخد بول رايت، هيبقى فيها كل الاوبشنز بتاعتنا اللي احنا عملناها في الجروب دي. نقول هنا كلاس بول رايت، وبعد البول رايت والبول ليفت، ادي البول رايت هنا هتبقى كده. طيب بعد البول ليفت لازم نعمل كلير فيكس طبعا عشان مش فاهم شكل. كلير فيكس، نعمل ريفرش كده، الموضوع مظبوط 100%. طيب الدرس الجاي ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل اتصل بينا باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.